الحقيقه منا في اهتمام كبير بالشباب المصري وكمان شباب المحافظات الحدوديه في سيناء، في الوادي الجديد، في السلوم، في غيرها من المحافظات البعيده. الدوله حريصه الفتره الاخيره انها توجه مشروعات للتنميه والاهتمام كمان ببناء الشباب، يعني ثقافيا وعلميا ورياضيا كل المجالات بشكل كبير. مشروع مهم جدا هو مشروع أهل مصر اللي اختتم فعالياته الخاصة بالملتقى السابع لشباب المحافظات الحدودية بسانت كاترين، وشهد مشاركة حوالي 110 شاب من محافظات متنوعة، هي المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، شلاتين وأبو رماد. وكمان كان في فرصة كبيرة جدا لتبادل الخبرات وبناء شبكة تواصل ما بين كل هؤلاء الشباب من مختلف المحافظات الحدودية. واحد من الحاجات المهمة اللي الدولة شغالة عليها العدالة الثقافية. صحيح. العدالة لكل المحافظات، ان الجميع ياخد نفس الحقوق ويبقى عليه نفس الواجبات وياخد كمان نفس الرعاية. خلينا نتكلم عن التفاصيل عن الملتقى واهدافه. معانا دكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث. صباح الخير عليك يا دكتورة، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا بحضرتك. لو تقول لنا بداية النسخة الجديدة للملتقى، ليه اخترتوا سانت كاترين بالذات؟ هو ده الملتقى رقم 17 للمشروع أهل مصر شباب. احنا معانا كان معانا 110 شاب وفتاة من المناطق الحدودية إلى جانب إخواتهم من مدينة سانت كاترين، فكان ما شاء الله العدد كان كبير. كان معانا شباب، احنا بناخد شباب من سن 17 سنة لغاية 25 سنة، واوقات بيبقى في استثناء لغايه 28 او 30 لما بيكون في موهبه يعني كبيره او مشروع اكبر. احنا كان معانا اولادنا اشتغلنا معاهم 11 ورشه، كان معاهم لقاءات عن الثقافه الماليه ولقاءات عن المحميه، عن سانت كاترين ودير سانت كاترين والسياحه هناك ويعني ايه المكان وماهيته. كان معاهم لقاء مع اللي هو طلعت مستشار المحافظ، كان بيتكلم معاهم عن سانت كاترين وايه هي وقيمتها وقد ايه هي ليها قيمه كبيره قوي في قلوبنا كلنا، فلازم كلنا نبقى عارفينها. وان هم يعني الممثلين الوزاره وهم يعني ممثليننا في اماكنهم، سفرائنا في اماكنهم، فيجب انهم يعلموا اولادهم اخواتهم وزمايلهم كل اللي هم اتعلموا معانا. طبعا في البدايه خالص في اول يوم بنبقى بنعرض عليهم الورش ونعرفهم ايه كل ورشه وازاي يقدر يشتغل عليها، وكل واحد حابب مجال بيخش فيه. احنا عندنا مجالات متنوعه، سواء كان على مستوى الابداع الفني في المسرح او في الشعر والقصه وغيره، او على مستوى الحرف التراثيه والتقليديه من بابين، باب انه يعرف يعني ايه حرفه ويعرف يعني ايه الحرف دي شكلها ايه وازاي يستخدمها، ومن باب تاني لو حابب يفتح لنفسه مشروع الى جانب دراسته او الى جانب عمله في المستقبل يبقى عارف ازاي يقدر يشتغل عليها. جبنا لهم الهيئه احنا شايفين مع حضرتك الصور دلوقتي على الهواء، يعني ان عدد الشباب ده بيتكلم على 110 شاب من 17 ل 25 سنه بيحضروا 11 ورشه بيتجمعوا في مكان واحد. هنا الرساله مهمه جدا، فكره التواصل ما بين شباب مصر من كافة المحافظات، يعني شباب موجود في مكان واحد من البحر الأحمر ومن شمال سيناء ومن أسوان ومن مطروح. الرسالة ورا ده وإزاي ده ممكن يعني يزود ويبني مهارات أو يضيف مهارات جديدة ليهم. الأجمل بقى إن بلادنا من سانت كاترين جولنا بعدد ما شاء الله كبير، وسن في سن أصغر لدرجة إن أنا قلت لهم لا، في استثناء لأولادنا الأصغر شوية طالما جم عايزين يتعلموا معانا وعايزين يشاركوا معانا الملتقى ليهم الترحيب واهلا بيهم، ورحبنا بكل اولادنا وبناتنا اللي جم من سانت كاترين. فالعدد ما كانش 110 بس، ده 110 اللي جم معانا على مدينه سانت كاترين، لكن العدد كان اكبر بكتير. كان عندنا حوالي 40 طفل وشاب وفتاه من سانت كاترين شاركوا معانا بالاضافه للعدد اللي موجود. انا عايزه اقول لحضرتك ان الترحيب وحبهم وشغفهم لده خلانا ان احنا ان شاء الله في المستقبل هنعمل اسابيع ليهم مخصصه لابنائنا في سانت كاترين لتاهيلهم للحرف التراثيه والتقليديه اللي حبوها.
جميل. واللي هيشتغلوا عليها، وانت عارف حضرتك ان سانت كاترين مدينه سياحيه طب. للدرجه الاولى، وفي المستقبل هيبقى ليها مستقبل كبير باذن الله، وربنا يعني يوفقهم. بعد نجاح الملتقى في سانت كاترين، عايز اسال حضرتك كده اخيرا، المحطه اللي جايه اللي هتكون فين من المحافظات، والمخطط ان شاء الله لمشروع اهل مصر ايه؟ احنا عندنا ان شاء الله، احنا حد ما حد عارف، عندنا اهل مصر، عندنا شباب، وعندنا اهل مصر فتيات، وعندنا اهل مصر الاطفال. ان شاء الله باذن الله من 5 ل 14 الشهر ده عندنا اهل مصر فتيات في اسكندريه. عظيم. عندنا ان شاء الله من 15 ل 23 الشهر ده برضو عندنا اهل مصر اطفال في بورسعيد. بعد كده هنبدا اهل مصر شباب باذن الله في سيوه. فهي دايره متصله، الثلاثه بيشتغلوا ورا بعض بشكل يعني بشكل دوري يعني. عظيم، كل الشكر ليكي دكتوره حنان موسى، رئيس اللجنه التنفيذيه لملتقى اهل مصر، شكرا جزيلا ليكي.